السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم النهاردة في وصفة جميلة جدا لتخسيس الجسم وكمان تنحيف البطن. الوصفة بتاعتنا دي هتبقى عبارة عن كريم هندهن بيه منطقة البطن، وان شاء الله هيجيب معاك نتيجة حلوة جدا للتخسيس. النهاردة احنا هنعمل خطوتين، خطوة هنمسح بيها البطن وهتكون بحاجة واحدة بس هنجيبها من السوبر ماركت، وبعد كده هنعمل مع بعض كريم ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجة انا معايا هنا خل التفاح وبتجيبيه من عند السوبر ماركت، ومعايا قطنة. هبدأ أضيف من خل التفاح على القطنة بالشكل ده، وهاجي عند منطقة البطن همسح منطقة البطن بالقطنة دي لحد ما نلاقي المكان نشف خالص والجلد اتشرب منه التفاح خل التفاح اللي احنا دهنا بيه منطقة البطن. وبعد كده بقى حد اعمل الكريم اللي انا هعمله دلوقتي. والكريم ده هيكون عبارة عن حاجتين، اول حاجة الفازلين الطبي، هنحتاج معلقة واحدة بالشكل ده هبدأ اضيفها في الطبق، وتاني حاجة معايا الجنزبيل البودر، وده برضو بنجيبه من عند العطار، هبدأ اضيفها برضو على الفازلين، وهخلط المكونين دول كويس جدا بحيث ان هما يختلطوا ببعض ويبقى معايا القوام كريم. زي ما انتم شايفين كده اهو، بعد ما خلطته ببعضه هستخدم ازاي بقى الوصفه دي. بعد ما دهنا بخل التفاح بالقطنه هبدأ بقى اسيبه لما ينشف خالص، وبعد كده هدهن الكريم ده، وبعد ما ادهنه على منطقه البطن هبدأ الفه بالكيس النايلون او الاسترتش ده اللي احنا بنغلف بيه الطعام اهو، بس هتلفيه كده لفه على منطقه البطن تمام، وهنسيبه مدة ساعة او ساعتين، وان شاء الله هتشوف نتيجة كويسة جدا، بالذات المكان اللي بيبقى فيه ترهلات في الجسم وكمان اللي بيبقى فيه دهون في منطقة البطن، هتجيب معاك نتيجة كويسة ان شاء الله. هتواظبي عليه كل يوم اسبوع واحد وهتشوفي نتيجة كويسة. حاولي تقيسي وسطك بالمزورة وتشوفي وسطك كام، وبعد ما تعملي الوصفة هيبقى كام. اتمنى ان شاء الله ان الوصفة النهاردة تعجبكم وتكون نتيجتها حلوة باذن الله، وتجيب نتيجة حلوة معاكم. ما تنسوش بقى شجعونا باللايك والشير، واشتركوا معايا في القناة عشان كل فيديوهاتي توصل لكم ان شاء الله. باي باي.